أقيم تحت رعاية اللواء ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي افتتاح مركز الأبطال بالحرس الملكي الذي يأتي تزامنا مع احتفالات الذكرى 55 لتأسيس قوة دفاع البحرين. نعم، قد قام سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بافتتاح المركز الذي يعد أكبر مركز رياضي على مستوى مملكة البحرين بمساحة تقدر ب 2500 متر مربع. واستمع سموه إلى إيجاز عن المركز وما يشتمل عليه من أحدث الأجهزة والمعدات الرياضية المتكاملة بمواصفات متطورة عالية الجودة، يصل عددها إلى 140 جهازا رياضي لمختلف أنواع الألعاب الرياضية المتخصصة. وبعدها قام سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بجولة داخل مركز الأبطال، طلع خلالها على ما يحتوي عليه من معدات وأجهزة رياضية، كما التقى بعدد من المدربين المتخصصين والقائمين على المركز في مجال التدريب الرياضي. أشاد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بهذه المناسبة بما تحظى به الرياضة العسكرية من دعم لا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفيده الله ورعاه، وبمساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفيده الله، والمتابعة المستمرة من صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لقطاع الرياضة العسكرية، والتي تجلت في تحقيق إنجازات رياضية عسكرية متعددة في المحافل الإقليمية والدولية. أوضح سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بهذه المناسبة التي تتزامن مع احتفالات قوة دفاع البحرين بذكرى التأسيس 55 من فبراير أن هذه المنشأة الرياضية ستكون إضافة نوعية تترجم الحرص الدائم على تطوير المنشآت الرياضية لما لها من دور إيجابي في تطوير مهارات العسكريين التي تضمن المحافظة على مستوى اللياقة البدنية عند منتسبيها والمضي بها نحو أعلى مستويات الكفاءة والاحتراف، حيث أنها تعد من أهم الخصائص الواجب توافرها في المقاتل العسكري. ثمن سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي المستوى المتميز الذي يظهر به منسوبو الحرس الملكي إلى جانب إخوانهم بمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، معربا سموه عن شكره وتقديره لكافة الجهود المبذولة من الضباط وضباط الصف والأفراد للارتقاء بالجاهزية القتالية والإدارية، متمنيا للجميع دوام التوفيق والتقدم والنجاح.